سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. فيديو اليوم راح يكون فيديو مختلف عن الفيديوهات اللي معودتكم عليهم. اليوم راح ندير مكياج قدامكم، كيفاش نحط المكياج تاعي. اساسا انا ما نحطش المكياج تاعي كل يوم، ما نمكيش كل يوم، تعودت اني نشوف وجهي بهذا الشكل، وعودت الناس اللي حولي انهم يتقبلوني بهذا الشكل، ويعني ما عندي حتى مشكله اني نخرج كيما هكا بدون مكياج، مع العلم اني عندي بزاف الهالات السوداء. بصح يعني نحس بلي هذا هو اللي منى هذه هي، يعني جري الاطفال، بزاف المسؤوليات، بزاف حوايج، فاكيد ما راح يكون عندي وقت اني نحط مكياج دائما. نحرص على انه الجسم تاعي يكون نظيف، الوجه تاعي، البشره تاعي تكون دائما نظيفه، ولكن اذا كنت بشره تعبانه يعني ما يهمنيش، والناس واش يفكروا في هذا، واش يخموا عليا، واش يفكروا، ما يهمنيش ابدا. ولكن في بعض الاحيان نبغي يخطر على الخطره نتهلا في روحي ونحط مكياج. ما نحطش مكياج حاجه كبيره، نحط مكياج حاجه خفيف ظريف، من نكون مقلقه عجلانه خارجه في نهايه الاسبوع مع الاطفال الى اخره. مرات نبغي ناخذ صور فنحط شويه مكياج هكا، مش بزاف. ما غاديش ندير لكم مكياج تاع مناسبه خاصه، تاع عيد، تاع سهره رومانسيه، تاع مانيش عارفه انا واش. نحط لكم مكياج تاعي كيفاش ندير، واش نحط في الوجه تاعي، خفيف ظريف اللي ما ياخذش مني وقت كبير. وفي نفس الوقت راح نحكي لكم على وجهه نظري فيما يخص المكياج، كيفاش وجهه نظر تاعي تبدلت من اللي بديت نحط مكياج للان. راح نحكي لكم اليوم على هذا الموضوع. يلا نبدأ. حاجه واحده لازم ننبهكم ليها هي انه الوجه تاعي دائما نظيف، لازم يكون نظيف قبل ما نحط مكياج. اذا ما كانش نظيف ما نحطش فيه هكا في مخي، ما نقدرش. دائما ندير قماش، نقلع الرؤوس السوداء، نحط ماسكات الى اخره. وحاجه واحده اخرى ثاني ننبهكم ليها، لازم الوجه يكون مرطب قبل ما نحط المكياج تاعي. اذا ما كنتش حاطه كريم مرطب او زيت للترطيب، نحس روحي بلي كاين حاجه، المكياج تاعي ماشي يلتقي، يعني كاين حاجه انورمال. فمع العلم انه البشره تاعي كانت متوسطه الى دهنيه، وفي الاونه الاخيره البشره تاعي رجعت جافه مع تغير الفصول، يعني مع الخريف والشتاء نحسها جافه. فلازم دائما نرطبها ونحط حاجه. في الليل مثلا نحط زيت اركان، وفي اليوم عندي كريمه تاعي خاصه بالكونتور دي زيو او بالبشره تاعي. المهم مش هذا هو موضوعنا اليوم، موضوع اليوم تاعنا هو المكياج. راح نبدو، اول حاجه نبدا بها، اول منتج راح نستعمله هو الكونسيلر لاخفاء الهالات السوداء تحت العينين. نستعملها في بعض الاحيان ايضا من تكون عندي حمره شويه هنايا او في هذه المنطقه، باش اللون تاع البشره تاعي يولي متجانس. هاد الكونسيلر هو من ماك، واسمه برولونج وير كونسيلر، الرقم تاعه NC20، وهذا نستعمله منذ سنوات، يعني ما قدرش نقول لكم منذ كم سنه وانا نستعمل في هذا المنتج. الوغ نحط نقطه في صبعي، ونجي نحطها بهذا الشكل تحت العين، مش مباشرة، يعني نخلي واحد المكان بين الكونسيلر والعين، والمتبقي في الأصبع تاعي نجي نحطها هنايا بهذا الشكل. نحط الكونسيلر تاعي، لازمني دائما البيوتي بلندر، إذا ما كانش عندي بيوتي بلندر صراحة ما نقدرش نتحرك بلا بيها، يعني ولفت اني نحط دائما فقط البيوتي بلندر. ولا البيوتي بلندر لازم تعرفوا انه دائما لازم تشمخوها بالماء ومن بعد تعصروها، هذا الشيء اساسي. انا درت الميكاب تغيرت مع الوقت، من قبل صح انا بديت الميكاب من كان كنت في الثانويه، كنت بديت بالماسكارا، ومن بعد كي طلعت الجامعه وليت نحط فاونديشن، وليت كريم اساس يعني، ونكحل شويه عينيا وكاع. ومن بعد ثوره الميكاب وين بدات كي بعد ما تزوجت وبديت قناتي على اليوتيوب، يعني كانت مرحله وين كاع الناس تحط ميكاب وكاع الناس تشري ميكاب، وانا في هذيك الفتره كنت نشري كل شيء، قال لي تخرج نشريها، وحطيت فلوس بزاف على الميكاب وعلى اي حاجه تخرج. ومن بعد ضربتني واحد الفيقه كيما نقولوا حنايا، تكاكيت، عرفت بلي
واش هي الفائده اني نشري هذه الكميه الهائله من الميك اب؟ واش انا ميك اب ارتست؟ واش باغي المهنه تاعي تكون اني نحط مكياج للناس؟ لا، علاش راني نشري كاع هاد الكوليكشن الكبيره تاع الميك اب ومن بعد يبقى هنايا يتبريما؟ ف خديت قرار، قلت راح نشد فقط الميك اب اللي يناسبني، اللي يلمني، واللي ماشي كاع اللي يعجبني، اللي انا صراحه بحاجته. ف تخلصت من بزاف لي باليت، مثلا لي باليت اللي فيهم الالوان الزهريه والبنفسجيه ومش عارف واش، هادو كامل اذا كنت مستعملتهم من قبل مديتهم، اذا فقط مع عمري ما استعملتهم فقط درت لهم سواتش مثلا، بعتهم على الانترنت اكيد السعر تاعهم ارخص، وخليت فقط المنتجات اللي انا بحاجتها، اللي انا نستعملها واللي انا نحس بانها توالمني، مثل الالوان الترابيه مثلا للعينين، انا نفضل بزاف هذه الالوان. فهذوما الاشياء اللي خديتهم، وليت ما نشريش اي حاجه تخرج، وليت نشوف واش توالمني ولا ما توالمنيش، واش تناسبني ولا لا. واذا كنت مثلا من النوع اللي مثلا فاونديشن، انا عندي سنوات وانا نستعمل فيها الفاونديشن من ماك، ماشي باسكو كاع الناس شريت هدى بيوتي انا لازمني تاني مثلا، هذا غير مثال، ماشي هما شراو هدى بيوتي انا تاني نشري هدى بيوتي، لا انا هذا صراحه مرتاحه كي نحط هذا الفاونديشن، يغطي لي كامل العيوب في البشره تاعي ومرتاحه به، يعني والم البشره تاعي، علاش نغيره وانا مرتاحه فيه؟ دائما نحط فلوس في فلوسي، يعني كي نبغي نشري مكياج نشري مكياج ذو جودة عالية، لأنه سبق وجربت مكياج مثلا مثل بخايماخ، مثلا إذا خديت بلوش من بخايماخ وبلوش من بينيفيت ماشي نفس الجودة أكيد، ولكن في بعض الأحيان ممكن توجدوا منتجات كما The Body Shop. هذا منتج من The Body Shop أنا نستعمله من مدة، فيه هو نفسها يعني بلوش وبرونزر وهايلايتر في نفس الوقت، سعر تاعها رخيص وحجم تاعها صغير، يعني اذا بغيت ناخذها في اللغه تاعي تاع في حقيبتي تاع السفر يعني ما يحش ياخذ مكان كبير، وايضا السعر تاعه ملائم ويوفر عليا وقت كي نحطه، لاني ما نحطش بلوش وحده وبرونزر وحده وهايلايتر وحده، فيوفر عليا كل هذه الاشياء. يعني انا كيما هكا نظرتي ولت بالنسبه للمكياج، وليت اكيد نحط دراهمي في حاجه اللي تستاهل، ولكن اللي انا مجربتها وعرفتها مليحه، مش لانه خرجت هذيك الباليت لازم انا تاني ناخذها، لا، يعني كي نشوف هنا القجر تاعي نشوف واش عندي هنا في الميك اب واش راه باقي لي، نشوف الالوان اللي تناسبني، يعني نوجد دي باليت الالوان تاعها ترابيه وعزيزه عليا بزاف وتناسبني ونبغيها، ونحط منها وما تكون مناسبه، ولا نبغي نكون تهلا في روحي ونبغي نحط مكياج فنحط منها وانا سعيده. فهذيك العقليه تاع نشري 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 ونحط هنايا ومن بعد تبريما، ما نش نشوف وراها الفايده منها. يعني انا اكيد كيوتيوبر يبعثوا لي بزاف المنتجات نجرب بعدها، البعض الاخر اللي نحسها انه ما يوالمنيش اكيد نتخلص منها، يا اما نمده، في كثير من الاحيان نمده، لانه هو منتج مليح جيد، ولكن انا عندي البديل، والبديل اللي عندي انا موالمني، فعلاش نحط ستوك كبير هنا تاع ميك اب ونخليه ونحتكره على نفسي فقط، وفي الاخير ما يعني في الاخير راح يتبريما، راح مده صلاحيه تاعها تنتهي، واش هي الفايده؟ فهنايا نخلي فقط الاشياء اللي نحبها ومجربتها ونبغي نستعملها، مانيش نشري كيما كنت بكري. كيما قلت لكم شتوني دركا حطيت باش نخفي الهالات السوداء، حطيتها من ماك بالبيوتي بلندر، يعني هذه اساسيه انا عندي، والاصليه البنات نذكركم لازم الاصليه، السعر تاعها شويه غالي ولكن صدقوني جربت هذوك تاع علي اكسبريس وكاين فرق شاسع بيناتهم. الان راح نجي نثبت الكونسيلر تاعي بالبانانا باودر، هذه بودرة اللي ناخدها من واحد الموقع اسمها بانانا باودر من بان ناي، وصراحة روعة لتثبيت، جربت ماركات أخرى، جربت كات فون دي، جربت من سيفورا، جربت يعني ماركات أخرى ولكن مكانش وحدة عجبتني كيما هذه، جربت لورا ميرسيي ولكن هذه رائعة، نحطها بهذا الشكل. باش نثبت الكونسيلر تحت العين، واللون تاعها يميل للصفرة يعني اصفر شوية ملائم لنوع البشرة تاعي. الان بالجهة الثانية تاع بيوتي بلندر راح نقلع كل ما هو زائد،
دركا راح نروح للحواجب تاعي. بالنسبه للحواجب انا دائما نستعمل هذا من اناستازيا بيفرلي هيلز كما راكم تشوفوا. هاولنا راح نجي الان بهاد الجل للحواجب من اناستازيا بيفرليز. راح نحط على الحواجب تاعي فقط نمشط كيما هكذا. هو راح يعطيهم شكل لانه الحواجب تاعي عرض بزاف, راح يعطيهم الشكل وراح يحاول انه يغطي هذوك الفراغات اللي بين هذوك الشعيرات كيما هكذا. انا مش نحاول هنايا ندير مكياج مثالي, يعني هذا فقط باش نقولوا حنايا باش يكون عندي الشكل مقبول كيما نقولوا سيتو. هذا ما كان ماشي, ماشي نحاول انا باش نكون آية من الجمال. المهم انا هكا يناسبني ويوالمني, هادو هما حواجبي. واصلا انا كي نحط حجابي دائما نحطه نحاول نخفي الحواجب تاعي بهذا الشكل في الجهتين, ويعني يوالمني ما عندي حتى مشكله انا مع هاد المشكله. هاد الحواجب انا ماش عقده بالنسبه ليا, لانه شفت بزاف البنات اللي بعثوا لي رسائل يقولوا لي حواجبك حواجبك احواجبي, انا راني متقبلتهم يعني خليتهم ناضوا وخلاص. ثانيه الان بالنسبه للعينين تاعي ما رانيش نحط اي لاينر كما نحط هنا من قبل هذا الاسود, لانه نحسه انه يعطيني ملامح داكنه, يعني ملامح شويه كيفاش نقول لكم يدورسي, يعني يعطيني ملامح حاده بزاف. فمانيش نستعمل الاي لاينر الاسود, راني نروح لي باليت تاعي. ناخذ باليت من اللي عندي. اليوم راح نختار مثلا الباليت هذه من كات فوندي, هذه من وحده من اروع لي باليت اللي نبغيها اللي عزيزه عليا, لانه فيها الوان تشبهني بزاف كما راكم تشوفوا كما هكذا. نموت على هذه الالوان. راح ناخذ لون من هذه الالوان, مثلا راح ناخذ هذا البني مثلا او هذا هو اللي راح نحط به اي لاينر. دونك على البنات كي نبغي نستعمل باليت اللي يكون الالوان تاعها تشد كاع النهار ما تمتحاش والالوان تاعها يعني داكنه, ما نستعمل والو, فقط نحط بهاد الفراشي. هنا عندي فرشاه 317 من زويفا, راكم تشوفوا الفرشاه كيفاش دايره, او نستعمل هاد الفرشاه من عند ماك رقمها 263 باش نحط الاي لاينر تاعي بلا ما نخلطه بحاجه واحده اخرى. اذا شفت انه الباليت اللي راح نستعملها يعني اللون اللي راح نستعمله باهت شويه او يمكن مع الوقت في اليوم راح يمتح شويه, نخلط مع هاد المستحضر من ماك. ستون باز دو ميلونج, يعني اساس للخلط, ميكسينج ميديوم, نخلط به يعني نحط نقطه من هذا وفي البنسو تاع الفرشاه تاعي وناخذ به الشادو يعني البودره اللي باغي نستعملها ونحطها كاي لاينر. انا اليوم كما قلت لكم راني نستعمل كات فوندي, فما نحتاجش اني نخلطه لانه كات فوندي الالوان تاعها داكنه وتشد طول اليوم. وراح نرسم اللاينر تاعي يعني الخط تاعي تاع اي لاينر بهذا الشكل كما راكم تشوفوا, يعني الوان تظهر. اخترت هذا اللون البني نحطه بهذا الشكل. الحاجه المليحه انكم كي تحطوا هذا البودره كيما هكا تحطوها على شكل اي لاينر ما تحتاجوش انكم تكونوا دقيقين جدا, يعني الاخطاء ما تظهرش كي تكون بودره, فقط تحد لكم لو ريغار النظره تاعكم, تحدد لكم العينين تاعكم, تعطيهم شكل جميل كما راكم تشوفوا, وما تحتاجوش انكم تكونوا ديروهم بدقه كما الاي لاينر. دركا كي كملت مع الخط تاع اللاينر راح نحط ماسكارا. وبالنسبه للماسكارا البنات اذا حبيتوا حاجه تكون غاليه ممكن تستعملوا هذا مثلا من بينيفيت اسمه باد جال بانغ, رائع. ممكن تستعملوا يعني عندي ماركات بزاف, كاين هذا ايضا من بينيفيت الرولر لاش, او اذا بغيتوا حاجه ارخص شوي ولكن عندها نتيجه مضمونه هي لاش سنسيشنال من ميبلين.
يعني نتوما على حسب. انا لي ماسكارا يعجبوني بزاف لان كيما قلت لكم ما نحطشهموش اصطناعيه طول الوقت، يعني مناسبة لازم تكون خاصة جدا باش نحط رموش. لذلك نبغي نجرب ماركات مختلفة ونقدر نحط فلوس على الماسكارا لأنه نبغي تكون نتيجة شابة. تشوفوا الفرق بين هذه بالماسكارا وهذه ما فيهاش ماسكارا، يعني تفتح لك العين. ماسكارا هذا هائل. البنات سؤال يرجع بزاف راح نجاوبكم عليه بالنسبة للوضوء مع المكياج، كيفاش ندير باش نوفق بين صلاتي وبين الميك اب؟ كما قلت لكم انا ما نحطش مكياج في الايام العاديه، يعني يوميا ما نحطش مكياج. مثلا نعرف بلي على 3 لازم نروح نجيب بنتي من المدرسه، اكيد ما راحش نحط مكياج على بال 4 ساعه باش نروح نجيب بنتي ونعاود نولي، لا نخرج كما هكذا. ما يهمنيش اذا تلاقيت مع الناس برا واذا تلاقيت مع المعلمه تاع بنتي ولا مع ناس نعرفهم برا وانا مانيش حاطه مكياج، يعني ما يهمنيش اساسا واش يفكروا. نعرف روحي كيفاش دايره. المهم كما قال لك مرضات الله، من بعد كي ندخل لداري نقدر نصلي وقاتي عادي. اما في بعض الاحيان وين نعرف روحي بلي راح نغيب كاع النهار ونكون خارج البيت مثلا في نهايه الاسبوع، نحط شويه مكياج. نعرف بلي اذا خرجت برا اكيد ما راحش نقدر نتوقف برا في الزنقه باش نصلي للاسف، ولكن كي نرجع البيت تاعي مع العشيه مع 6 تاع العشيه او 7 تاع العشيه او في المساء، يعني نقلع المكياج تاعي ونصلي وقاتي. هذه هي، يعني ما كاش حل واحد اخر، ما كاش مكياج اللي يخلي الما يفوت ولا اللي يشد يعني ما يكذبوش عليكم يحكوا لكم قصص كيما هكا. اذا بغيتي تصلي لازم تقلعي مكياجك. هذه هي. بالنسبه للبلوش هايلايتر برونزر مش عارف تسموه، انا نستعمل هذا من عند بادي شوب، اسمها كما كتشوفوا الالوان تاعها رائعه، فيه الزهري فيه برونزر فيه هايلايتر من فوق هنايا. المهم هذا اسمه فاك دو لوميير شيمر ويفز من ذا بادي شوب، نحطها بهذا الشكل يعني باش يعطي شويه حراره للوجه. ما نحطش بزاف، بالنسبة للبرونزر لتحديد الوجه فقط انا راح نستعمل هذا اولى من بينيفيت، نحطها هكذا بهذا الشكل بهذه الفرشات من عند زويفا رقم تاعها 105، ماهيش كبيرة بزاف وماهيش صغيرة بزاف، ونجي نحدد هكذا خفيف ظريف. هذه هي، باقي لي غير نحط حاجه للشفاه تاعي، في بعض الاحيان نحط فقط كريم مرطب للشفاه. بالنسبه للحمره راح نستعمل هذا من ماك اللي هو فيلفيت تادي، راح نظن بلي ما كانش احمر شفاه استعملته اكثر من هذا، يعني دائما نحط غير منه، اللون تاعه يعجبني وانا نبغي هذه الالوان اللي تبين يعني تعطي لون للشفاه ولكن بلا ما تكثر. راح نحطها كيما هكذا، بهذا الشكل نمحي شويه هكذا بالاصابع، ما نبغيش نحط بزاف وخلاص. ما حطيتش فونديشن، حطيت فقط انتي سيرم. يمكن ماشي يظهر لكم مليح في الكاميرا لانه الاضاءه بالك شويه عيانه في غرفه النوم تاعي، شو سي با. مهم ان شاء الله الفيديو تاع اليوم تكون عجبتكم، وان شاء الله نكون فهمتكم شويه هضرتي على الميك اب كيفاش تغيرت. كان هادو هما المنتجات والمكياج اللي نحطه مره او مرتين في الاسبوع على الاكثر كي نكون مقلقه لانه ما عنديش الوقت. ان شاء الله تكون عجبتكم، سلم عليكم بزاف، الى اللقاء، باي باي.